مشيت مشيت مشيت، ثم التقيت بدجاجة على النهر. حلو، مشيت من عند الدجاج وشفت خلف الشجرة في ديك. طب الديك كيف بكوي؟ ما لي دخل. كاو 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 وش اللي كو 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 كو؟ اللي هو الديك، ما بعرف كيف. اوكي، كو 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 خليت نفس الديك الشيء. ومشيت مشيت، حصلت حمار. ناهي ناهي شو نيهو هلا انا ابو شيطان؟ ايش احنا نتكلم ياباني ولا كوري الحين؟ هيني بحكي نيها نيها، هيك هيك الحمار بحكي والله. ما تعال الحمار يا ربي يحكي لي هاو ني هاو ني هاو. والله نيها نيها، لا حيحة ولا ايش؟ والله نيها نيها. اسمعي اسمعي. شدوا يا جماعة، شدوا مالكم. هاي نيها، الحين قاعد يحكي لي هاي لي هاي. اللي هو هذا صوته، يعني انا بدي اقلد صوته صوته بالضبط. قل قرد. ما بعرف كيف صوته. سمعني صوت القرد، ما لي دخل. سمعني صوت ما لي دخل. ايه، كيف صوت القرد يا اخوان؟ اكتبوا لي بالتعليق. ما لي دخل، سريع. ايه ها، يلا شو يلا؟ ما بعرفش كيف صوت القرد. ما لي دخل. استنى كيف. هاو ولك القردي. كاك 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 كاك. سيارة الله كاك يسعد. آخر شيء، وأنا كنت ماشي في الغابة سكريات على حصلت الخاتم، سكريات شكرا 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 عمار، شكرا ثانك يو. وش اللي سكرا؟ شكرا بشين. شكرا ولد شكرا، انت بتسمعها سكرا. شباب بدي طيب تعال عنا هنا شوي، بنيت صياد يا الموضوع. صياد. طيب تعال اي عنا. لب بعينك يا صياد، الله يسعدك. شباب ضيف صيادي، شباب ضيف صيادي، ولك على الصدام انت وكل اللي عندك، ما اشوفكم شيء. هاي اوعك تحكي عن داعمين اشي، يا ويلك. ها ما عندك داعم يا صاحبي. ما عندي الحمد لله كبسه يا الرب. يا جماعة، مالكم كبسوا، يا ما شوف قصرت الله السكور يسعدك. تاعه. والله بس بدك بيرشم. تفوزي؟ اه قولي عمو صقر خليني افوز. عمو ايش؟ عمو صقر عمو سجر، خليني افوز. عمو سجر خليني افوز. اتخسي والله، ما في فايز. كم زي الرب؟ يبسو يو كذا. قولي لي كلام حلو وممكن يعني اني ابترخشش اخر رجوله، بسحب رجوله اخلي تفوزي. لا ما بديش. انقلعي. آية وانا كذا وانت كذلك يا عمري، الله يسعدك. يلا شوفوا شدوا كبسه يا كبسه جماعة، تشبه عمر. شباب مين عمر؟ بنت على نياتها. الحمد لله نيت ولك نظيفة. لا تصدقوا، هاي انا عاشرتها وقعدت معها، مو على نياتها ترى تستس. أنا؟ أوكي، في فيديوهات لك مصورة لإلي مبعوثة. إيه شو اسمه وانت عم تحكي عني طيوبك. خفت عبالي في فضاء. احب الافضل يا شكله ربي. في عندك فيديوهات. والله ما عندي شيء كذي هوا. سجل لا تخليهم احكي عنها، هديك نهديك. شو هديك وهديك؟ بمسك يا جماعة بشي فيديوهات. كاسي يا رب.
الحكم الأول. عيوني للحكم الأول، يركز على ما حد غيرك يحكمني. كمل. الحكم الأول، الله يسعدك. شباب كلكم ضيف الصيادة، اللي ببثي واللي ببث البنت ذي، شو اسمك؟ انجي انجي. شباب اللي بلا ضيفه الصيادة، الحكم الأول احكمني. تغمشين وجهك في سطل مويه 10 مرات. الله يخطب. كمل. الحكم الثاني، نعم. خليها تشتهر بعدين بتشوف وجه ثاني. انتوا هذه مشكلتكم، انتوا اللي في مواقع التواصل الاجتماعي انكم متخلفين، يعني مفكرين مثلا اوكي البنت بس اللي تستفيد من الولد، مثلا لو ما في قصة حب ولا قصة ترند، ترى زي ما هي تستفيد انا بستفيد، ما فيها شيء، عادي يعني نكمل بعض، كل واحد يكمل الثاني، يعني ما فيها شيء، يعني مفكرين بس اي شخص بيطلع مع صقر هو اللي يستفيد من صقره، بقيه ما صقر ما يستفيد منه صقر. الحكم الثالث يا عمري، الثاني، تقولي لي كلام ثالث حلو ثالث لمدة 5 دقائق. اوكي. الحكم الثالث، تكسرين المراية. خلينا على الثاني. يلا، أصلا أدري إنك ميتة علي وتبي تقولي لي كلام حلو، صح؟ ولك انا مش قاتلي حالي عليك، ميت عليك. أقرب شوي، ما ينعلك، استغفر الله العظيم. سجاد ها خلص، بصير اشوفك كل يوم، ما دخلني. اوكي، ابشر على شخمي، بس انتي صح يا جماعة، كوني بس اعطيني، لانه انا مرات تجيني نفسية اكره الكل، ما ودي اشوف احد. يا الحكم، يلا. هرمونات. ايوه، الهرمونات تجيني. آية يا عمري على البوسات، يا آية. واحدة ثانية، ما بي هذه يا آية اللي تبوس، أبي ديك اللي تطلع وتقعد هنا. لا لا، مو بهذه يا آية، لا الثانية، بدي اللي تبوس كذي. يلا نفذ الحكم. بديش أنفذ الحكم، لا مو عليك، خلي أنا آية غصب تحكي عني. لك. ما بديش، لا غصب عنك، ولا غصب عني ولا غصب عنك. قلني يلا خلي، شلش، قلني شلق انت، قلني شلش، انتي قلني شلق انت قلني شلق، نفذ الحكم يلا. غميطة. نفذ الحكم ما بدي. يلا. اوكي، هلا انت بدك عن جد تطلع يوم الخميس؟ ممنوع تطلع مع بنات. لك انت لو تقولي لي يا عمري يا صقر ما تطلع مع بنات، بالله انا برفض. قولي انت بس قربي، تعاليني اكل تعالي بالكلام الحلو، خذي قلبي سجاد، بالكلام الحلو. ها عمري، والله صغير عليك انا، يعني شو يعني، وين احلفي عندي احلفي عشان اتاكد. لا والله تحلفي، ورحمة بابا إني بغير عليك. مالك يا مجنون أنت؟ صحتين لك يسعد. هي بطلت أجمع يا أخوان، استنوا شوي. كمل يحكم. تقال ها ناني توجعني، شو مالهم؟ قال لي الدكتور ابعد عن الحلويات وانا ما بقدر ابعد عنك. الله أكبر، الله أكبر يا صياد، الله أكبر. انت بتحكي مع السيد ولا بتحكي مع الله يخزيك؟ الله ياخدك. ما اكتمل الدبل، صياد ما قصر. شباب كلكم ضيف صياد، كملي حكمي. يا روحي يا قلبي، انت يا روحي شباب الصياد دخل يا 22، عمري. دخلوا الرب 25، تقدروا والله. ايوه كملي يلا يا جماعة كبسوا، يلا، يعني وين شو الحكم ياخذ الثاني؟ 3 جولات؟ والله مو عدل. شكرا على وين حكمي؟ الورود. سجل، ها عمري، عين صقر، انا في مشكلة. شو مال أنفك؟
مو قادر يتنفس من دونك. يا عمري أعطيك تنفس صناعي، أعطيك كل شيء. يلا كبسو. ولك شوق يا عيال تقولي كلمة وترجعي، يلا كبسوا كبسوا، خلصوا حكمي. طيب هيا، ما هيني بنفذ، عم بفكر شو، وانا مخي شايف الكمبيوتر. لا بدون كمبيوتر المفروض انك مذاكرة. مذاكرة. تراكم والله والله العظيم ان كلكم اللي في البيت السوق مسخسخين، تعرفوا شو معنى مسخسخين؟ ما تكبسون. مستحيل يعني 4000 والتكبيس في الجولة دي ما وصل 1000، مستحيل. في سخسخة، في تربيخ، في تكية، في بلطحة على البطن، وقاعدين تسوون الجوال كذي. يا الله صح واضح. يلا ها كمل. فقال عيون صقر. والله اشتقت لك، نفسي اشوفك، تعال نطلع انا وياك. هلا ساعة واحدة يا عمري. بعرف اصلا يعني اهلي على اساس انهم راح يطلعوني هلا يعني. خلاص بكرة بكرة. شو عندك اوكي بكرة؟ ما عندي شيء، شكرا، يلا. يلا خلصي حكمي. خلصت يا قلبي، هي ضايل 15 ثانية يعني، مش فارقة. لا تفرق معاي، كل كلمة منك تفرق معاي العشر سنين قدام. حبيبي أنت. طالما ما طلع في حجام، مستوى، الحكم الأول ما عندي لا. تغمشين وجهك في المي 10 مرات، الحكم الثاني تكسرين المراية، الحكم الثالث يلا يا جماعة. شباب الله يسعدكم، رابط سنابي في البايو، ضيفوني على سناب عشان الطلعة حق اليوم كلها في سناب، لأنه مو كل شيء اوكي، ننزله في التيك توك كله ننزله في سناب. ف والبنات ما تبعتوا له، بنات ابعتوا لي في السناب الله يسعدكم. تبعتوا لهم ماشي. بنات رابط سنابي في البايو، تراني خفيف، أي واحدة حلوة أرد عليها سريع. ترى على فكرة حسابه معي اللي بسناب، يعني أي شي ما بتعملوه بعملكم بلوك. والله العظيم انه مو معها. تحلف؟ اي والله احلف يا كذاب، انا بعطي حسابي ولك لحد، حرام تحلف كذي، سناب يعطي لحد تخسي. والله حرام تحلف والله لو كذي. انها حياة امي تدخل على سنابي ما اخذه، ساقر، والله العظيم اقسم بالله مو معك. طب مين اللي كان يرد عليهم امبارح؟ مين اللي في كان فرق. يرد على التعليقات اللي تحت التيك توك؟ يلا جاوبوني. يا الربع أقول لكم، تبي فضايح؟ هي تدخل على حسابها من حسابي وتكتب لي احبك انجي، تكتب لنفسها. جبت اي جوالي معاه مو الحساب. لا، حساب لا جوالي معاك يا رعب، تدخل تعلق من حسابي عندها تكتب لا، كلام حلو لنفسها وبعدين تروح تريد. عالثنتين بالليل على 3 الفجر انا كنت عندك، كيف هاي ظابطة معك؟ التعليق كان على 3 الفجر. ما يلا في تعليق على 3 الفجر. لا، على 3 الفجر كان، انا خلاص شفته كنت احكامي توصل احكامي احكامي صح احكامي احكامي اسمه. والله. الحكم الثالث، يا جماعة حتى الحكم كنت أضيف الثالث ناس من عنده. بس لا تغير، والله حسابي مستحيل اني بعطيه لحد. لا، معي اوكي اصلا انت لو تبي قلبي الحين بطلع عليك، شو بدك اكثر من كذا؟ ولا لو بدك روحي بعطيك إياه. يا عمري فدت روحك. الحكم الثالث، الحكم الثالث، ترسمي شوارب وتغنف، ايش؟ شوارب ولحية. شوارع؟ لا لحية لا، لأنه جوز، ما أنا ما بحطش مكياج عشان هيك، يلا خلاص بحبش، بحب، بخاف لحية. يتحسس من هون. سكسوسة، شو اسمها هاي؟ سكسوسة. ايش اسمها؟ ايش اسمها هاي؟ شو اسمها؟ تكسوكا. سكسوكة. ايوه يلا اوكي، شوارب وسكسوكا. تبغى تضيف الصياد؟
شباب الله، شباب اللي عندها واللي عندي، ترى بس شو اسمه، بس تدخل على البايو حق حسابي، في رابط هنا، بس تضغط عليه ضغطة واحدة بس خلاص ويوديك لين سناب. اوكي، بس لازم تسوي اشتراك عشان السنابات تنزلكم مرتبة. صقر المراية، شو اسوي للمراية ذي عشان السنابات تجيكم مرتبة؟ اوكي، اضغطوا على الرابط وسووا اشتراك، هذا اول شيء. ثاني شيء، ترى منزلين اليوم 4 مقاطع، يعني حطوا لايك، اكسب لور كذا، كومنتات حلوه جذابه بحسابي وبحسابها، يعني نقهر الاعداء، نقهر الامراض. ترى باقي مقاطع كثير، شوفوا بنزلها بكره، بس حطها بالمشاريع. ولك يا انجل، ليش؟ ولك المرايه هاي قاعده تبين جسمك، بتغار علي؟ شيلي هالمراية، بتغار علي؟ لو اني ما بغار عليك ما بتكلم، شو دخل امي يعني؟ ها طيب ماشي، هلا بكسرها. ايوه، كبس يا شباب، عارفة هيك شوارب. اوكي. ده عامل زيك صقر. شو أكثر شيء حبيته في صقر؟ ها؟ كل شيء. بالله شو؟ ايه طبعا جماعة، هلا اللي ما بيعرف صقر فعليا، والله عن جد، يعني اللي ما تعامل معاه، لا بحكي جد، اللي ما تعامل معاه يعني فيس تو فيس، عن جد راح اشي من حياته، لأنه كثير طيب، كثير 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 لأبعد الحدود، وهاي طيبة القلب مش كويسة على فكرة، بحكي له إياها. وحنون صح؟ كثير رومانسي، رومانسي لإلي بس. التكبيس حلو مع بنات، ما رحت للإمارات وصورت مع بنات، خالة رندا، دعاء، كل البنات، وما قلنا عنك شيء، انت الحين قاعد وراي، لا انت يا لا عندنا يا لا، شو قاعد اسوي انا؟ قاعد اغلط يا اخي، جماعة ما قاعد تخلي اطلع، ما قاعد اسوي شيء غلط، أمانة ما بالله احترم انا. عليكم، بليز شدوا ايوه، شو كبس، الله يسعدك، كبسوا كبسوا يا جماعة، ما تخلوا يفوزوا شوفوا جنبي، كبسوا أمانة كبسوا أمانة كبسوا كبسوا كبسوا، شدي يلا شوف شو كتبت لك. يا عمري يا عمري، وش هالزين وش هالصح، الأول مرة في حياتي أحب اسمي. جماعة شو فاز الجولة بعد النور، ما خلوا فوز، شباب والله ترى لا ببكي تفكروا اني هلا. قاعد اتكلم كذا يعني قد مع سلطان، والله امزح واستهبل، اكثر شخص بهالفترة يعني من بعد هلا عيسى سلطان هلا ومن بعد اعز واغلي في هالبرنامج، شدوا شدوا شدوا، صح انه يعني والله يمزح يمكن لا يا ويحب رب ما يفوز، يوصل يا رب رسالته يا رب بالمزح حقه يا رب، وتسدس، بس مو لازم مهم اعمل هاي لانه يتكلم في هاي البيت هاي حركة سحرية عشان يتكلم وانت بحسها، الظاهر، فهمتوا؟ سلطان بيساعد كثير حركة انه يتكلم في سحرية الوجه. بحسها. شوفوا كفو كبسوا كبسوا كفو، شبشو، افتح الجبل يا بنات يا عيال، يا جماعة يا الله، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، سعدينكم صياد وري سلطان بن سعد ده حجمه، قل له انه ضعيف كفو صياد، كفو، مين هذا اللي دعمني؟ ما في سلطان اسمه كفو، والله انك كفو. سعد دينك، سجاير شو حابب ها، تنحكم يا قلبي؟ تخسي وتعاقبي انت كده، تخسي ابن عمي ماشي شباب، ما تخلي، والله انك كفو يا سلطان، والله انك كفو، كفو يا
تواصلوا مع خمسه خمسه اظنك مصيب كفو. ما تحسب انك انت هرب عايشك. ها ابن عمي شو حابب تنحكم؟ ولك يا انا انحكم ولك تخسي ما عاد بقى انت تحكمين يا عمري. تقبر إلهي تقبرني إلهي. لك بأبرك، بس وين بدك أبرك؟ أبرك في الأردن ولا في اليمن؟ لا بقلبك. يا عمري شباب شمسو لب عينك قبل سلطان التعب، الله ما تقصر والله. كفو 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 يا جماعة شدوا. يلا تكرم بن سعد، تراك عزيز وغالي على قلبي والله. لا لا صياد لا لا صياد عمي يا صياد، خلاص عصدق من بحر الشراب قد لك تحت التراب، لا تنشد مهما اقترب ولا تظنها بايطيب ولا تظنها يا جماعة شفتوا مالكم ما ترجع. شوف التكبيس، خلاص يكفي يكفي صياد، ما تنزل ولا شيء ثاني لأنه ما عندها أحد هي والله. الله يسعدك ما قصرت. الحكم الأول تغمشين وجهك في المي 10 مرات. سلطان كفو والله شكرا لكم من جد كثير. كمل بقول لك شيء، أول ما تخلص البث هذا اللي اسمه سلطان بلوك، أوكي؟ ليش؟ ما تسأليني ليش، أنا لما نكون أقول لك شيء تقولي تم. ليش؟ بلوك أول ما سكري بث تعطيني حضر. وعطي لآية بلوك يلا. لك هذا تستس، هذا هو السبب اللي خلاني العلاقة الأولى انتهت وتدمرت بسببه، فأنا علمتك من الحين. هو انت كل ما تيجيني تحكي لي هذا السبب بتاع الدمار وهذا السبب بتاع الدمار وهي السبب بتاع الدمار. أنت بتسمعي كلامي لا لا، شوف آخر شيء بتسمعي كلامي لا لا. ايه خلاص بعد البث تعطي سلطان بلوك، أوكي؟ تمام اوكي. الحكم الاول 10 مرات وجهك في المي. طب ليش 10 مرات؟ كيف؟ انا حر، خلي على عدد السكور 11 مرة. كمل. الحكم الثاني تتغزلي فيني 5 دقائق كلام حلو جدا جدا جدا، خلي سلطان يموت قهر. لب عينك يا ابن سعد ما تقصر. الحكم الثالث الحكم الثالث تجيبين حبة بصل تقطعيها نصفين وتجيبين كمامة وتحطيها في الكمامة وتلبسيها لمدة دقيقتين. بنفذ الحكم الثاني. يلا رخششين غششوني. أول شيء شيلي دلي من وجهك. اوكي اكتبولي كلام حلو عشان شو اسمه. لا تخاسي وتعاقبي في كلام من قلبك ولا انقلعي. من روحي مش من قلبي يا عمري. ايوه كذا جماعة اكتب شباب شمسو. سلطان ترى صورتك معليش الخلفية حق حسابك دي المفروض انك تغيرها ولا تجيب واحدة فاتحة منفتحة، فهمت يعني؟ حتى لما تكون في الكومنت احد يشوفك سريع. هذه مظلمة مظلمة والله، ما حد يركز عليها، فهمت؟ بالأمس دخلت عندك البث وكتبت لك اكثر من 10 كومنتات حلو، فما ردت علي انت، فانا طلع من عندك زعلان. المشرفين حقك كلهم والله ما قصروا وردوا علي، فانا قلت بن سعد زعلان مني، فقلت عادي يلا هو مع الايام بيرضى لاني عارف نفسي ما زعلتك. فدخلت اكتب لك مو العيد، عيد مبارك كل عام وانت بخير، الله يسعدك شو اخبارك، عيد مبارك كل عام وانت بخير، والله ما شفت. فالمشرفين حقك كلهم ردوا علي. عافية عافية شباب، لا حد يشوف المراية ولك يا
انا اعرف كيف بخليكم ما تشوفوا من المراية يا نصابي. أبى أتصل علي وأخلي البيت حقي يعلق. علق صح؟ سلطان كم مرة أقول لك أنا تشيلين المراية دي من هنا؟ كم مرة يعني تعبت ترى استنى، أنك ما في زوجتيها والله ما تستخطيها. خلاص. طيب ماشي، ما واجه، خلاص والله، خلاص بغير القعدة، والله بغير القعدة، خلاص باي، بروح أنام أنا. يلا يلا أشوفك بكرة. أوكي يلا مع سجل. السلامة، تصبحين على خير. ما في تروح، لا خلاص. ما في، لا قولي لي كلام حلو. ما في، ما في. يلا الحكم حقي يلا، لو سمحتي سريع. ما تقعد تتأمر علي. الحكم حقي لو سمحتي غصبا عنك. يلا ماشي، بس ما تتأمل، احكي لو سمحتي. لا تخسي والله، ما احكي لو سمحتي يا عمري. اوكي تمام. يلا أحم، أنت بتعرف شو بنقصني بهالحياة؟ شو؟ أنت أنا موجود يا عم، ما في شيء ينقصك، أنا موجود. ولا طب أنا عندي بغش، بس مش مشكلة عادي. طب شو اسمه؟ لك لا يبرد لا يبرد لا يبرد. انت حياتي ونصف التاني وروحي وقطعة من اللي بالقلب، اذا انقطع بيموت. انت نفس الشي، اذا انقطع الوتين تعب، اذا انت يعني لا سمح الله صار فيك اشي، انا خلاص حياتي راحت. ايوه كمل اسمع، لك، ما تقرأي من الجوال تتكلمي. ما عاد بدي اني اغازل. والله ما بقرا من بكره. طلع ما بديك تبقاش من الجوال. اللي تقرأي من الجوال الثاني. سكريان سجال، تعرف لو خيروني بين التيك توك، لو خيروني بين الحياة، لو خيروني بين جميع كل المصاري والدنيا وكل ما في تشتهي في كل شي حلو، وخيروني فيك، لأختارك أنت بذمتك احلف بالله. ورحمة بابا. يا الله الله يا عمري، الله لا يحرمني منك ولا من حبك يا عمري. يا شكرا. وش ثاني؟ وايش تاني؟ اوكي حركات حركات. انجي قولي حركات. حركات ايوه بركات بركات. يلا كمل. اوكي تقرأي تقرأي صح؟ تقرأي. لا والله، والله لا. طيب تعرف الحزن اللي جواتي، الحزن، شايف الحزن اللي جواتي اللي كان من بعد ما شفتك ومن بعد ما عرفتك وتعرفت عليك، راح بالله دخلت بقلبي ودخلت بحياتي ودخلت الفرح ودخلت كل اشي، كل شي حقيقة، كل شي حلو هيك اجا معك. بالله الله يحرمني منك. يا الله والله شو الحكي عم بيطلع من هيك، من صمصوم قلبي. احلف
اه والله ما فيني شيء حلو يخليني نحب، بالله بالله وش فيني يعني شيء؟ انا مرات اقعد كذا افكر واقول سبحان الله سبحان الذي خلق وفرق، هاي القمر يا اخي شو الجمال الجمال، حطه هيك يا جنب، اهم ايش تطلع هون تطلع هون وتطلع على شو اسمه الروح، اهم شي الروح والله، يعني. جمال جمال الروح. طيب قام لي اقل شيء، قولي ترى حتى الشكل يعني شو انت ماشي حالك يعني كويس شوي. لا انت مو ضروري، انه مو ضروري شو اسم الناس تشوفك اشي، لا انت بنظري حلو. بالله ايه العب فيديو قبل اسكر. طيب لو قال لك سكر خلاص السوشيال ميديا ما فيه، تعالي على اليمن ونتزوج في اليمن وتشتغلي عند الأبقار، ويعني حياة البدو على البقر، بحب يعني البقر، بدو أنا بحب بقر أحلب. غنمات، يكون عندنا بقر غنمات مويه حليب اشياء زي إيه كذا. إيه حلو، عند بالله أبا 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 آه، بدي أعيش في اب أبا اب أنا. اب إب أيوة إب، جماعة إب جاي عندكم إن شاء الله، أنا وسجل. ولك تنور اب كل ابوها. انت شكرا. امبيه، شباب هذه من ابا ايه انا من ابا اب اب. يا عمري، تنوري اب. شكرا بس شكرا تدري شو اخاف؟ الدعم، كفو والله. شو اخاف اني اول ما اوصل انا وياك على البيت لا عند امي، أمي تجي بسكين تضربك وتقطعك على بالها إنك قبل. ما تحكي عن حماتي هيك، أوكي. مو نفس أمي، مو أمي كويسة، بس أنتي شوفي بياض قشطة جبنة أشياء جميلة زاكية جدا، فهمتي؟ طالعة لإلك يا قلبي. مستحيل. شمسي يا رب، كيف يا رب؟ ولك مين هذا اللي قاعد نفس يرسل لك بوسات؟ مين هذا اللي قاعد يرسل لك بوسات؟ ما انتبهت، هلا انتبهت مين هو؟ سلطان. ولك انت قاعد تردي بوسات؟ والله ما العظيم بعرف شو ما بعرف؟ والله، ما الجوجيا؟ قرأت اسمه، ايه؟ ما قرأت اسمه. ترى على فكرة أنا بلعب ببجي والله. والله اسمع، أنا كتير شاطرة بالببجي. شو دخلني انا؟ طيب انا سألتك. لا المتابعين اللي عندي بيسألوني، اوكي والله هيك أنا عندي المستوى 63 كأنه هيك. كبس يا رب. افتح الدبل، افتح الدبل، افتح الدبل. ما بعرف كيف يعني. كبسة يا رب. ليش طلع؟ ليش طلع؟ مش فاهم القصة أنا.